مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية، مش عادية، مبنية على قصص حقيقية. الفقرة هذه ما ننصحوش بها أصحاب القلوب الضعيفة وصغار اللي أعمارهم أقل من 12 سنة. إذا بحذاك صغير قلو يبعد، ولا مش لازم تسمعها توا، خاطر تنجم تلقاها من بعد على يوتيوب ديوان افهم. The man told police that he was forced to rob the bank. The FBI believe that whoever built the collar is patient and secretive. Ryan Wells here, he was supposed to go on a scavenger hunt. And he was supposed to go from point A to point B to point C, where the keys would be given him to release this bomb. This made worldwide news. The purpose of the pizza bomber plot? Money. How could this happen? Who's the mastermind? Please, what's your emergency? خدمة التوصيل متاع الوجبات السريعة للديار المعروفة عنا بالليفغيزون هي خدمة تعرفت برشا قبل بسنين عند الأجانب، ومن بعد ولات دارجة في المجتمعات العربية. في قضيتنا لليوم نحكيو على ليفغيغ، التوصيل متاعو للبيتزا لدار من الديار تكلفت له غالية برشا. الفاتورة خلصها هو، موش السيد اللي طلب بالليفغيزون، فاتورة غالية برشا لدرجة إنها تكلفت له حياته الكل. ولقى روحه متورط في قضية سطو على بانكا. يقول القايل شنية علاقة مجرد ليفغيزون بتاع بيتزا بعملية سطو على بانكا؟ أكيد إنكم فهمتوا إنه إحنا اليوم قدام ملف قضية غامض ومش عادي. عمليات السطو المسلح على البنوك، ولا خلينا نقولوا عمليات السرقة المنظمة، في أغلب الأحيان تكون مبنية على خطط كبيرة، خطط يحضرها العقل المدبر ويسعى باش ما يعمل حتى غلطة تخليه يخسر كل شيء. أما وقت اللي الشخص اللي نفذ عملية السطو يكون هو ضحية ومش الجاني، وقتها الكوارث الكل تعاود تتمشكى باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط. الكوارث متاعنا اليوم فيهم المجيرة وفيهم الري. الري اللي كان مجرد ماريونيت في دين المجيرة، مرأة اسمها مارجوري أرمسترونغ، مرأة أقل ما يتقال عليها إنها خبيثة وشريرة، والهوس الكبير متاعها بالفلوس خلاها توصل تخمم باش تقتل بوها لحمها ودمها. الفلوس كل ما تدخل في أي علاقة لازم باش تفسدها. بالنسبة لبطلة قصتنا لليوم مارجوري أرمسترونغ، الفلوس أهم حاجة في الدنيا، هوسها بالفلوس خلاها توصل تخمم تقتل بوها باش تورثه وتتمتع بالفلوس متاعو من غير مرج. اي نعم، مارجوري كانت وحيدة بوها، تعيش هي وبوها في الدار راس راس. بوها كان راجل كبير في العمر، كموشة ميت فاني على الدنيا، الفرنك ما يخرج من جيبه كان بسيدي بن عباس، متقشف برشا في الدار ومعيش بنته قد قد، ما يشري كان اللازم في اللازم. وكل ما تحاول معاه مارجوري باش تقنعو انه يبدل طبيعته ويطلق يده شوية، تلحم بيناتهم ويتعاركوا. مارجوري فدت من عيشتها مع ابوها، ولات تدعي ليل ونهار باش ترتاح منه، كانت تستنى فيه وقتاش يموت بالدقيقة والدرج. وفي نهار من النهارات شيطانها قال لها راهم احلى سنين عمرك وصغرك باش يضيعوا منك، وانتي تستنى في بوك وقتاش يشد بلاصته في الجبانة، معناها يلزمك تتصرف وتلقى حل وتقصلو انتي تيكي وتبعثو ترتاح منه وتتمتع بالثروة بتاعه. الفكرة الشيطانية هذيك أبدأت تخمر في مخ للا مارجوري، ولات تخمم في تنفيذها بصورة جدية، ولات تخمم ليل ونهار في الطريقة اللي باش تتخلص بيها من بوها. كانت تحب تتخلص منه من غير ما تبان في الصورة ومن غير ما تمسخ يديها. هذاك علاش خمت تستعمل قاتل مأجور، تكريه بالفلوس وهو اللي نفذ، ولا من شاف ولا من دري. إنها تكلف قاتل مأجور بالمهمة القذرة هذيك، هذا بالطبيعة يعني إنه يلزمها توفر له الأجرة متاعه والفلوس اللي طلبهم منها. تنفيذ جريمة قتل أكيد باش يتكلف برشا، ومارجوري يلزمها تأمن المبلغ المطلوب، وكانت هذه وحدها مهمة شبه مستحيلة في الحالة متاعها. أكيد فهمتوا علاش الطفلة تعيش مع راجل مشحاح وما يخرج من جيبه حتى فرنك، وما يعطيهاش فلوس بالكل، كان اللازم في اللازم. معناها مارجوري كانت ترفر،
كان يلزمها تتصرف وتدبر المبلغ المطلوب مهما كان كبير. مارجوري كانت عندها قناعة إنه هذاك هو الحل الوحيد باش تخرج من وضعيتها اللي فاتت منها. كانت ناوية تعمل أقوى استثمار في حياتها، تدفع فلوس للقاتل المأجور وتهون باش من بعد تضرب الثروة الكل وتحط الدزة في مكتوبها. أما باقي المشكل ما تحلش، مارجوري منين باش تجيب الفلوس؟ أطوار قضيتنا لليوم وقعوا عام 2003 في مدينة بنسلفانيا الأمريكية، قضية هزت الرأي العام الأمريكي بسبب الخبث الكبير متاع مارجوري والتفاصيل الغريبة والغامضة اللي وقعت فيها. في الفترة اللي وقعت فيها الجريمة، وقتها كانت عادة ليفغيزون دارجة برشا في المجتمع الأمريكي. ألو بيتزا هي أسهل وأكثر حاجة متداولة عند عامة الناس، أما عند مارجوري تحولت الأكبر وأخطر حاجة تنجم تصير اللي يفغاغ يخدم على روحه. مارجوري لقات الحل باش تدبر الفلوس اللي حاجتها بيهم، حل ما يجيش حتى على بال الشيطان. مارجوري وركزوا معايا مليح مليح، هزت التليفون وكمبوزيت نومرو متاع غيستوران يعمل ليفغيزون وطلبت منه انه يوصل لها دو بيتزا لادريسة معينة. ادريسة عطتها له بالتفصيل الممل. شاءت الصدف انه الشخص اللي يمشي باش يوصل البيتزا يكون براين دوغلاس ويلس. السيد هذاك كان عامل بسيط يخدم على الروح وعمره 46 سنة. في الوقت اللي جاء فيها الاتصال متاع مارجوري كان قاعد ينحي في التنوي متاع الخدمة ويرجع في المطور متاع الليفغيزون لبلاصتها. أما وقت جاء تليفون مارجوري تلفت العرف وقال له ميسالش مش مشكل، تو نوصل الليفغيزون للعنوان المطلوب ونرجع على روحي. وكان هذاك أسوأ قرار ياخذه في حياته. الأدريسة اللي كانت مكتوبة عند براين ويلز كانت أدريسة غريبة ومعقدة، وهو راكب على الموتور ويتبع فيها القى روحه كل مرة يدخل الزنقة بعيدة ونائية. أما قال مش مشكل، تو نوصل القضية لأماليها ونروح على روحي. أخيرا براين وصل، القى روحه قدام دار في قطعان الرقبة تظهر كينها دار مهجورة. لهنا بدا يخاف شوية ويركب الشك، ورغم هكا وقف قدام الباب وضرب الناقوس. خرجت له مرأة مزيانة ضحكت له وقالت له تفضل معايا لداخل باش نخلصك. المرأة هذيك كانت مارجوري. هو مازال كيحط ساقه في الدار وإذا بيه تهبط عليه سخطة على راسه، لا تقرأ لا تكتب. الضربة اللي كلاها براين على راسه خلاته يفقد الوعي. لأكيد انكم فهمتوا باللي مارجوري ما كانتش وحدها في الدار، يعني المنطق يقول هي لهات الليفغوغ وفما شكون غدر براين وضربه على راسه. يقول القايل علاش عملت هكا في المغبون براين؟ هاو باش نفسر لكم واحدة واحدة. براين وقت حل عينيه وفاق من اللطخة اللي كلاها على راسه يلقى حاجة غريبة دايرة على رقبته، وقبل ما يسأل ويفهم اللي صار له الراجل اللي كان مع مارجوري غزر له وقال له ما تتحرك حتى تحريكة، أي حركة غلطة نجم تتكلف لك حياتك، اللي في رقبتك هذيك قنبلة نجم تتفجر عليك في أي لحظة، يلزمك تنفذ اللي باش نطلبوه منك أنا والمرأة اللي معايا بالحرف الواحد. براين يلقى روحه في وضعية كاسحة وصعيبة، قاعد مفجوع يستنى في مصيره الغامض ومش فاهم شنو اللي باش يصير له بالضبط. مارجوري مدت لبراين عكاز كبير وقالت له شد هذا في يدك. العكاز ما كانش عكاز عادي، كان في الظاهر هكاكة، أما في الحقيقة كان بندقية صيد كبيرة مغلفة بطرف لوح على شكل عكاز للتمويه. أشنية هالغلبة وأشنية هالورطة؟ براين باقي ما فهم شيء. الراجل اللي مع مارجوري لبسوا مريول كبير بالكهل باش يغطي القنبلة اللي داير على رقبته وقال له امشي معايا وفمك ساكت. براين
براين ويلز تحت التهديد يلقى روحه قدام باب بانكا. دخل بسقين ترعش وقلبي يدق قريب يخرج من بلاستو. حاجة واحدة كانت قاعدة تدور في باله، كلام مارجوري والراجل اللي معاها قاعد يتعاود في مخه، وما كان قدامه حتى حل إلا التنفيذ. وقف قدام البنكاجي وصوب المقرونة بتاعه في وجهه ومد الورقة مكتوب فيها: رانيا عندي قنبلة على كرومتي، كان ما تمدليش الفلوس الكل اللي في الكاسة انفجر البلاصة باللي فيها الكل. براين ويلز القى روحه مجبور باش ينفذ اللي طلبوه منه. وجوده في البنكة عمل حالة فزعة كبيرة في صفوف الموظفين الكل. مدير البنكة منجم يأمن لبراين كان ربع مليون دولار، يعني 400 مليون بفلوسنا تقريبا في الوقت هذاك. مبلغ هايل برشا بالنسبة لمارجوري، خاطر القاتل المأجور ما طلبش عليها المبلغ الكبير هذاك الكل. المهم براين خرج من البنكة يمشي بالسيف، خطواته أرزن من خطوات السلحفات. كان خايف للقنبلة تطرشق عليه وتكون نهايته أسوأ نهاية ما تخيلهاش حتى في أبشع الكوابيس متاعه. المسكين من مجرد توصيل متاع ليفريزون بيتزا يلقى قنبلة ملفوفة على كرومته، والموت دايرة بيه في كل بلاصة وتركينة. مارجوري وصاحبها ركبوا مع بعضهم في كرهبة وقعدوا يتبعوا في كرهبة من غير رقم منجمي، حضروها بالذمة للعملية هذيك، وأجبروا براين ويلز باش يركب فيها ويمشي بيها للبنكة. أول ما طمانوا عليه أنه تخلى وسط البنكة، مارجوري وصاحبها مشاو بالكرهبة وقراوها في بلاصة بعيدة شوية على البنكة، بلاصة اتفقوا مع براين باش يجيهم ليها. الموظفين متاع البنكة كانوا مصدومين ويتفرجوا في براين وهو هازز ساك كبير في يده فيه المبلغ اللي خذاه من عند البنكاجي. أما مارجوري وصاحبها كانوا يستناو في اللحظة المناسبة اللي يجيهم فيها براين باش يهزوا من عنده الفلوس. خطتهم كانت ماشية كيف ما يلزم، وبراين سمع كلامهم بالحرف من غير حتى مقاومة. يعني الاختيار متاعهم البراين جاء في بلاستو رغم اللي هما اختاروه بصورة عشوائية. Hello sir, this is 911 emergency. How can I help you? الموظفين في البنكة أول ما براين خرج كلموا للشرطة وعلموهم باللي صار، والشرطة جات بسرعة قياسية. إنه البوليسية يوصلوا بسرعة قياسية للبنكة هذه حاجة العصابة ما قرت لهاش حسابها. الحصيل وقت اللي سي براين ركب في الكرهبة باش يمشي للبلاصة اللي حددتها له العصابة، الشرطة كانت تتبع فيه وشادة جرته. الدنيا الكل خاضت في مدينة بنسلفانيا الأمريكية، الشوارع تعبت بالشرطة. ووقتها مارجوري وصاحبها، ولا خلينا نقولوا الراجل اللي استعانت بيه، فهموا إنه الأمور الكل خرجت على السيطرة متاعهم. هربوا بالكرهبة متاعهم وخلاوا براين يواجه مصيره وحده، خلاوه في وجه المدفع، ولا خلينا نقولوا خلاوه راس هو والقنبلة. براين ويلز كان خايف ومفجوع، يسوق في الكرهبة ويديه زوز يرعشو وقلبه قريب يخرج من بلاستو. وفي لحظة كرهب الشرطة سكروا عليه ثنية ولقى روحه مجبور باش يهبط من الكرهبة. أول حاجة عملها براين ويلز إنه قعد يصيح بالقوي ويقول: راني بريء، خاطيني، اجريولي، راني عندي قنبلة دايرة على رقبتي، انقذوني قبل ما تترشق عليا. البوليسية خافوا من براين وبعدوا عليه، أما قعدوا محاصرينه وكلموا فرقة مختصة في تفكيك القنابل اليدوية باش تجي وتحرر براين من المصيبة اللي كان واحل فيها. أما للأسف القنبلة تفجرت وبراين ويلز انتهى نهاية مأساوية قدام البوليسية. على ما يبدو الراجل اللي مع مارجوري هو اللي نزل من بعيد وتحكم في القنبلة وفجرها ببراين، على خاطر خاف لا يحكي للشرطة كل شيء ويبلغ عليهم ويتشدوا. للأسف براين كان كبش فداء ومشى في العفس، أما
بوفاته الغريبة هذيك مع طريقته الغريبة متاع السطو على البنكة، الشرطة تحركت وتحلت أنكات بالوقت. بدأت التحقيقات في الحكاية الغريبة اللي صارت وهزت الرأي العام في أمريكا. FBI اتدخلت باش توصل الحل اللغز الغريب هذاك. كامل واضح أنه براين يستحيل يكون هو اللي خطط للسرقة، يستحيل يكون سارق بالغباء هذاك الكل، غباء يخسر حياته في لحظة. يعني الشرطة كانت تلوج على العصابة اللي استغلت براين وجندته لصالحها بالطريقة البشعة هذيك. أول ثنية بدأت الشرطة تبربش فيها كانت شكون براين ويلز بالضبط وين تشاف آخر مرة. بالطبيعة التفاصيل هذه الكل كانت موجودة عند عارفه في الخدمة. لحسن الحظ أنه عارفه كان موجود معاها قبل ما يخرج باش يوصل الليفغيزون للمنطقة النائية هذيك، وقال أنه براين خرج يوصل بيتزا للمرأة هي اللي اتصلت بيه. Call was made to the pizza shop at 1:30. Brian Wells drove to the site where the pizzas were to be delivered. ابدا البحث، وما كانش صعيب على الشرطة انها توصل للدار النائية اللي كانت تملك البو مارجوري. ومن خلال الدار هذيك الشرطة وصلت لمارجوري أرمسترونغ ونجمت تعرف تفاصيل خطتها البشعة. بالنسبة للراجل اللي عاونها كان اسمه بارنرز، وهو راجل في بداية الأربعينات. الخدمة بتاعه هي تصليح الأجهزة الكهربائية، يعني هذا يأكد أنه هو اللي صنع القنبلة اليدوية. ما كانش وحده بارنرز في العملية هذيك، عاونه صاحبه واسمه روستين. بعد بمدة من البحث والتحقيق الشرطة وصلت المعلومات المهمة هذيك الكل، ونجمت توصل للمجرمين الثلاثة مارجوري، بارنرز وروستن. بالنسبة لروستن قبل ما توصل الشرطة مات بسكتة قلبية، ومش معروف إذا كان مات مقتول وفما شكون وراء السكتة القلبية اللي صارت له، وإلا مات بالحق موتة طبيعية. في الحقيقة الشرطة ما ركزتش برشا معاه وشدت بارنرز اللي استعرف باللي هو اللي صنع القنبلة هو وروستين، أما قال إنه دوره اقتصر على المساعدة كو، أما الراس المدبر كان روستين ومارجوري. المحكمة حكمت على بارنرز ب 45 سنة حبس، وبالنسبة لمارجوري حكموا عليها بالسجن المؤبد، وهي اليوم هذا ما زالت موجودة في الحبس وخلت وراها تفاصيل جريمة أقل ما يتقال على اللي صار فيها إنه مش عادي. مش عادي، فقرة تحكي على وقائع وأحداث مش عادية مبنية على قصص حقيقية. كان فاتتك الفقرة هذه نجم تتبعها على يوتيوب ديوان فم. مش عادي، نص لوفاء جابر.